صوما مقبولا وإفطارا شهيا مع البنك الشعبي الموريتاني. الحال فقدني فلشي بخسارة بلحن صوّج متفشي قرشي بخيام من أهلك صوّج متفشي قرشي بخيام من أهلك. أهلا بكم للمرة العاشرة، الحلقة اليوم عن تربية الشاشرة. الوالدين اليوم تربية الشاشرة واعر عليهم واعر هي حتى من أدبير فيهم. يشير عاد يخلق بوه مدون على فيسبوك محبوب، وامه على واتساب مدير جروب، وعمه عن سكايب نايبر، وجده وجداته متعارفين على ماسنجر، واخوه ينقال له ديدي، واخته اسمها رام، وفي الامولات وعلى انستغرام. هاي الاسره حتخلفوه الى كبير شلا يعود تكون ابليكاسيون. الاولاد اللي قال شافوا عند والدتهم هذا دون ذاك الفساد اللي في جيناتهم، منتك اللي تخلي بينها على المسلسل لا يتعود لك الكلب الاحول، وذيك اللي عندها سنتين اللي تخرسي معاها مسلسل ما وقدها لا تستقرب اذا سولتك من لا يشد، ولين تخرسي معاها هاي المسلسلات اهل النار رواية عادية لما باتت في الدار. وانت إذا خليت بين ولاك معاه شيء جديد الا اسبوع واحد يمرق لك ليت، إذا خليته ماشي طايح سروالي حتى صبح يدور يطيح سروالك انت، واذا قال مراد البوه طير من هون ولاك انت يدور يسودرك ببيته، والعندها هذا من الحل لا احد يستجم له حل. يبرف جتاي في ظل الحيط والعشاء عاد بالمسلسل اللي عاد ما يدور وشيط، ولا عادوا جايين خطار مهمين بذات خير يجيبهم الا وقت الاعلانات. من الطبيعي جدا المجتمعات تتغير، ومن الطبيعي ان التطور يخلق على القدام، يا غير كيف تعرفون احنا جايين للاشياء كامله من الزر الاخر. خريطه افريقيا داخلينها مشاكلتها، وخريطه العالم العربي داخلين مع خنافرها، وبالتاكيد ما كان خالقنا. عيني على تاريخنا. الجغرافيا ما نعرف ليش سابق ترفدوا ساق. نعرف عن ما كانت كريم شكرا به اللي الناس فركوا رما، ونعرف ان ما كانت السرقه شكرا به اللي مجتمعنا ما كان في حد يسرق. ضرب كافي من الشكر رقاش الا قلت انه ما يقبض شي ماهولو. ولا كان حسان الخطاب شكرا به اللي الخاطر كان يلاجي الخايمة جاي الفريق كامل، وكنا نقول للضيف مرحبا بك في أي وقت، وعدنا نقوله تمت الفنساب قد جي ما صوفشك. كنا نطمحوا نتخرجوا ونعودوا أطباء ومهندسين عدنا نرضاو بأي شغلة المهم نعيشوا. كنا نقولوا الجار ساب قدار عدنا نقولوا خليك في بلك وأنا في بلي. كنا نجتمعوا يوميا ونسولوا عن ذاك اللي ما جا منا عدنا نجابروا لا للتهنئة ولا التعزية. كنا نبدعوا ونفكروا ونكتبوا وعدنا شبهنا ذاك اللي يعزي الخبر المصدره. شد من نقر المجتمع لقطة من زاوية تفقع سياط من النقد اللي أوجع بريت السينما وتياتر سرقة وكذب وشي ذا كيفتو سير بي العرف وناشري ليفتو قول مسيطر وساير ريقو الحال فقدني فلشي بخسارة بلحن صوّج متفشي قرشي بخيام من أهلك صوّج متفشي قرشي بخيام من أهلك.